نسمة. معنا على نسمة لايف، هذا آخر موعد لنس نسمة نيوز لهذا الأسبوع كالعادة، يرافقكم فيه من توا حتى للسبعة ونصف مباشرة من استوديو خليل القروي برائد حسن بلوار وسفيان بن حميدة. مساء الخير سفيان. أهلا وسهلا. مرحبا بك سفيان. بعد شوية باش تحكي لنا على العركة في مجلس نواب الشعب بين ليلى الشتاوي ومحمد فريخة وقصة سيفاكس إيرلاين وموقف حركة النهضة. جستمو حركة النهضة باش تكون حاضرة معنا انطلاقا من 6:30. محمد بن سالم الوزير السابق والنائب مجلس نواب الشعب احد ضيوفنا في الجزء الثاني من اللقاء مع عضو مجلس نواب الشعب السيدة سامي عبو عن التيار الديمقراطي. نعود معهم مجددا للحديث ونقاش جلسة الاستماع البارحية، واحدة من الجلسات القليلة والمرات القليلة مشى فيهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى برلمان باردو. جلسة واصلت لساعة متأخرة جدا من الليل، دخلوا فيها تقريبا 150 نائب. الموضوع على أساسي كان مقاومة الفساد وحرب الحكومة، وفي هذا الإطار أراء النواب كانت متضاربة بين الداعم وبين الناقد. اليوم نناقش كما قلنا هذه التفاصيل بحضور زوز نواب، وأكيد باش نرجع لأبرز ما قالته الصحافة التونسية وأبرز ما قالت المواقع التواصل الاجتماعي حول جلسة الاستماع نتاع البارح، ونعمل لكم ملخص عليها هذا انطلاقا إن شاء الله من 6:30. في البداية كالعادة نعود بعد لحظات إلى أبرز ما قدمته لكم نسمة لايف طيلة اليوم، ولكن في البداية حبينا أوماج لأحد كبار قيادات الجيش التونسي سابقا، الفريق الأول المتقاعد محمد سعيد الكاتب رئيس أركان الجيوش الثلاث سابقا، اللي توفى البارح عن عمر 82 سنة. شغل المرحوم عدد كبير من المناصب الهامة في صفوف وزارة الدفاع الوطني، تدرج بالرتب والمهام صلب الجيش الوطني ليتولى خطة رئيس أركان الجيوش الثلاثة سنتي 90 و91. تولى المرحوم أيضا طيلة حياته المهنية عدد كبير من الخطط، منها رئيس ديوان وزير الدفاع، ملحق عسكري بالسفارة التونسية بباريس بين 81 و84، متفقد عام للقوات المسلحة ورئيس أركان جيش البر من 87 إلى سنة 90، وتولى قيادة الجيوش الثلاثة من 91 إلى 91، كما عين سفير من سنة 91 إلى سنة 98 رحم الله الفقيد. سفيان، فقط ملاحظة، يعني في تونس ما زالت معناش ثقافة تسليط الأضواء على القيادات العسكرية، وهو جيد في دولة نظامها جمهوري الجيش يتميز بالحياد بمهام معينة، في دول أخرى يتم التركيز وتتعرف القيادات العسكرية، لكن ساعات فما قيادات عسكرية هامة وتاريخها كبير وعندها أثر كبير في الحفاظ على استقرار البلاد، في الحفاظ على هذه المؤسسة، وما نسمعوش بيهم زادة، وهذا فيه جزء من الظلم والظلم أيضا. فيه صحيح، لكن هما بيدهم في الجيش فما تقاليد كبيرة وفما مدرسة متركزة عندها سنوات طويلة، هما بيدهم القيادات العسكرية بالرغم من مستواهم العالي جدا، هذا نقولوه ونأكدوه، يحبوا يبقوا بعيد على الضوء في عقيدتهم في فلسفتهم وحياتهم الكل يعيشوا كيكا. بعض الأسماء ظهرت سيتان كونكور دو سيركونستانس، خاصة بعد الثورة وحتى قبل وحتى الجنرال السوسي مثلا، الكولونيل عمار، معناها فما عبيد تعرفت pour des circonstances particulières. لكن أغلبية القيادات العسكرية قعدت بقرارها هي، قعدت en retrait وما قربتش للضوء. على كل رحم الله. Et c'est l'une des raisons de leur efficacité. نتصور. على كل رحم الله فقيد الوطن والجيش الوطني. نمر إذن إلى أبرز ما قدمته لكم نسمة لايف تيلة اليوم. نعود إلى برنامج التصحيح اللي كانت كالعادة في مجموعة كبيرة من الاستضافات. البداية مع السيد رضا بالحاج مدير ديوان الرئيس سابقا مؤسس حزب نداء تونس، اللي اليوم يصبح مؤسس لحزب جديد هو تونس أول. أعطيكم فكرة عن الحزب بعد ما اللي باش تكون الأسبوع الأيام القادمة حفل التدشين الرسمي أو حفل الإطلاق الرسمي. وقت اللي سألوا زملائنا سفيان هل انه باش يستدعى حزب النهضه في افتتاح هذا، هاو شو جاوب؟ النهضه 24 استدعوا الناس الكل يعني للحضور كما تقاليد بعض الاحزاب او كما تقاليد احزاب اخرى، نستثنيوا ناس في الاحزاب في الاحزاب الشخصيه. النهضه باش تجينا يعني شو جوله دعوه؟
هو باش نستدعاو الاحزاب اللي تنتمي للعائله اللي احنا ننتمي ليها. تقريبا دعوه لن توجه لحركه النهضه. هو ما زالت نثبته في القائمه لكن تستبعد حضور حركه النهضه. نستبعد. اذا نرجعوا الحكايه هذه، خلينا نمشوا اولا الحزب رقم 206 في بلادنا، وهو رقم قياسي مقارنة بعدد المتساكنين، مش كلهم فاعلين هذا مؤكد، لكنهم موجودين سفيان على الساحة الوطنية. تونس أولا حزب جديد تم تأسيسه مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011. هو كي يوصلوا ل 206 يولي ما عادش مهم 206 210 من 190. أهم من 206 هو أنه الحزب رقم 5 اللي يخرج من رحم النداء، وهذا برشا على حزب واحد في الحقيقة. معناها أنا بهت كيفاش النداء مازال موجود، تشوف الهيموراجي والهجرات المتتالية اللي عرفها. تونس أولا باش يكون حزب ما يختلف في حد شيء، لا على مشروع تونس، لا على بني وطني، لا على الحزب المستقبل هكا. سيد طاهر بن حسين، اسم تاع سيد طاهر بن حسين، لا على النداء. دونك شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ هو في حسب بطبيعة البيان الرسمي لتأسيس الحزب، هو حزب سيعمل على الدفاع عن القيم الحداثية والوسطية والديمقراطية. تذكر هو نداء تونس، تذكر هو أي منعتيه كان سوفيان، تذكر هو نداء من أجل تونس، وذكى هو محسن مرزوق شحكي، وذكى أن كلهم يحبوا يرجعوا للوثيقة المؤسسة لنداء تونس اللي هي النداء من أجل تونس. شكون باش تكون قواعدهم؟ معناها يلزموا برشا قواعد. قال لك لانه يستحق هيئه سياسيه في التركيبه نتاعو، مكتب سياسي، مجلس وطني، يعني حتى على مستوى ستركتور، يعني يلزموا برشا. هذاك مش مشكل، هذاك مش مشكل، اما تحس انه في تونس احنا صار انكومبرمون، معناها صارت بوشون في سواديزون الحركه الديمقراطيه الوسطيه، الاحزاب الوسط. توا باش في وسط هذوكم باش يصير بوشون واحد اخر في الاحزاب الحدثيه الندائيه نقولوا. وهذا باش يخلينا حسيلو، احنا نتمناو لهم انهم ينجحوا، لكن ان ما فماش ما راوش ديفيرنسا كبيره بيناتهم. نعود لتعليق الجزء الثاني، عدم دعوتهم لحركه النهضه. قاعدين تابعوا معنا منذ هذا الصباح في زياره وزير الاقتصاد التركي اللي كان التقى مجموعه كبرى من الوزراء بينهم وزير الطاقه والمناجم والطاقات المتجدده، وزير التجاره والصناعه، وايضا مجموعه كبرى من الاتفاقيات اللي في الانتظار. اني ديجا فما اتفاقية أمضات، وتركيا تعبر عن استعدادها للاستثمار في مجال الغاز والطاقة والبترول في بلادنا. حاليا الصورة هذه تأتيكم لايف من مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا، وين قاعدة مجموعة كبرى من رجال الأعمال وهذا الوفد التركي الذي يترأس وزير الاقتصاد في حوار متواصل. خلينا ننقل لكم بعض التفاصيل ثم نعود للبلاتو. Auprès de banques commerciales donc, qui existent encore aujourd'hui. Donc l'investissement est là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'UTICA donc, de leur soutien tout au long du projet. Vous avez soulevé des problèmes sociaux, nous en avons eu. Nous sommes venus à bout de ces problèmes. Ce sont des problèmes qui sont arrivés, qui arrivent, je pense, pour toutes les entreprises en Tunisie, mais un peu partout aussi dans le monde, dans toutes ces transitions. Moi, personnellement, en étant tunisienne, je suis très fière d'être à cette transition et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler pour justement garder ces entreprises en vie,
pour préserver les postes d'emploi. Je pense que ce message est très très fort et il faut le faire passer non seulement aux Tunisiens, mais aussi à nos amis étrangers et à nos invités, notamment nos invités turcs aujourd'hui. Voilà, je me place un peu des deux côtés. Donc, juste pour continuer, il est vrai que nous avons eu des difficultés après donc, les événements de 2011, après particulièrement en ce qui nous concerne, je pense que c'est un objectif qui a fait partie du secteur du tourisme pourra appuyer mes dires. Donc on a eu un gros choc, je me permets de le dire, en 2015, en particulier après les événements de Sousse. Ceci étant, donc, nous sommes là. Nous, et quand je dis nous, je parle maintenant en mon nom, bien entendu, et au nom de TAF Airport, nous croyons en l'avenir de ce pays. Et c'est pour la raison pour laquelle nous continuons à être ici et nous continuons à essayer de puiser et à trouver des solutions pour justement préserver notre investissement et pour faire en sorte que la société continue. Donc c'est vrai qu'il y a une baisse considérable du nombre de touristes aujourd'hui en Tunisie, on ne va pas se le nier. Mais bon, on espère. Nous avons une infrastructure qui est très très belle, donc je voulais justement vous inviter tous à venir visiter l'aéroport de Mifid. Vous connaissez probablement l'aéroport de Monastir, vous y êtes bien entendu les bienvenus, mais Enfield est vraiment un joyau. Il faudrait que tout le monde, que tout Tunisien vienne visiter Enfield et on se fera le plaisir. Je suis là en compagnie du directeur général de l'aéroport d'Enfield, donc monsieur Altach, il se fera le plaisir de vous y accueillir. Donc c'est une invitation ouverte à tout le monde, y compris à vous, monsieur le ministre. Et voilà, donc. C'est vrai qu'il y a certaines choses aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de trouver, rechercher une solution avec le gouvernement tunisien pour essayer de rééquilibrer les concessions de Enfield et de Monastir, vu que la situation financière est un peu difficile. Il y a des choses qui restent à faire, mais voilà, on est content d'être en Tunisie et on y restera. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Je pense que ces interventions sont suffisantes pour donner déjà un état d'esprit sur le ressort tunisien. Si vous me permettez, monsieur le ministre, je voudrais de mon côté ajouter quelques petites réflexions. إذن كما كنا نتفرج هذا بث مباشر مباشرة مقر اتحاد تونسي للصناعة والتجارة وصناعتها التقليدية كما تشوفوا وزير التجارة التونسي وزير الاقتصاد التركي لإمضاء مجموعة من الاتفاقيات بعد قليل سنواكب هذا اللقاء طيلة لقاءنا اليوم في نس نرجع لك إذن سفيان كنا نتفرج منذ قليل في أيضا السيد رضا بالحاج المؤسس لحزب تونس أولا هذا الحزب الجديد جاوبتني على الجزء الأول من الكلام اللي كنا نقول فيه الجزء الثاني في عدم دعوة رضا بالحاج وحزبه الجديد لحركة النهضة في الافتتاح أو الحفل التأسيسي لهذا الحزب نهار 24. أظن احنا قلنا أنه هذايا حزب من انشطارات النداء، إذا على مستوى القيم والمبادئ العامة وكذا ما هوش بش يكون فما فرق مع النداء. دونك لو بوزيسيونمون وين باش يكون؟ على مستوى التحالفات. واليوم رضا بالحاج واضح جدا انه باش يقول انه النداء كانت انه مع النهضه في تحالف مع النهضه، احنا ماناش باش نكونوا في تحالف مع النهضه. مازلت توكل هذه السياسيين سفيان؟ هو السؤال، يعني هذايا كان قبل الانتخابات، قبل ما يصير هالتوافق، يعني ما وقت اللي كانت فما حرب نتاع كتاب الدستور نتاع حاجات تتحط في الدستور او ما تتحطش، اليوم اعتماد نفس هذه الطريقه مازلت ناجحه؟ ما اغزر النجاح او الفشل لاي استراتيجيه واي تكتيك سياسي يعتمدوا حزب من الاحزاب ما يجاوب عليه إلا الانتخابات. في تصوري البوزيسيونمون متاع أني أنا ضد النهضة ما يعطيش فيزيبيليتي كبيرة، لأنه المطلوب اللي يطالبينه الناس هو أنه أنا أش باش نعمل.
مش أنا وين باش نقف مقارنة بفلان. على كل انت باش تحكي لنا عن هذا جوستومون وحيدة وحيدة مع سفيان بن حميدة ثم نرجعوا نكملوا معكم. وحيدة وحيدة مع سفيان بن حميدة. أنا باش نحكي على درس في ضربان اللغة جانا البارح من مجلس نواب الشعب، لأنه الجلسة العامة اللي عقدها مجلس نواب الشعب البارح كانت مخصصة للحوار مع رئيس الحكومة اللي قرر أنها تقتصر على ملف مكافحة الفساد، وكان من الطبيعي أن النواب يختلفوا في مواقفهم ما بين نواب المعارضة اللي شكوا في نوايا مكافحة الإرهاب ونجاعة الأساليب المستعملة حتى الآن، وبين نواب أحزاب الحكم لا سيما النهضة والنداء اللي كلهم أكدوا مساندتهم للحكومة ورئيسها في جهودهم لمكافحة الفساد. لكن الكلام شيء والفعل والممارسة شيء آخر، وما قعدناش نستناو برشا باش نشوفوا كيفاش الأحزاب كانت تبيعنا في الكلام فقط لا غير. احنا ما قلنا ان الجلسة العامة كانت مخصصة لموضوع مكافحة الفساد، وبالتالي معقول جدا ان النواب في تدخلاتهم باش يستعرض البعض منهم ملفات فساد او اشخاص او احزاب او شركات تحوم حولها شبهات فساد. وفما نايب من الاتحاد الوطني الحر غزر لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مباشرة وقال له أنت بيدك عندك ملف فيه شبهة فساد وقت اللي كنت كاتب دولة للصيد البحري واحد، وقال له أنه إذا تحب تقاوم واحد آخر نايب واحد آخر قال له إذا تحب تقاوم الفساد تلفت وراك لأعضاء الحكومة والمستشارين اللي معاك وابدأ بالتدقيق معهم. ورغم قوة الهجوم والانتقادات على يوسف الشاهد وحكومته من برشا نواب، فنواب الأحزاب اللي قالت أنها مساندة ليوسف الشاهد ولحكومة الوحدة الوطنية ما راوش في الكلام ذايا اللي تقال حاجة خارقة العادة، وإلا أن كريم دو ليز ماجستي يعني ما راوش فيه تطاول أو تجاوز لخطوط حمراء أيا كانت. هذا باهي ياسر لأنه اسمه تو سامبلومون الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. في المقابل اللي ماهوش باهي، مش باهي بالكل، أنه وقت اللي نائبة من الكتلة الحرة ليلى شتاوي تعرضت إلى ما اعتبرته ملف فساد، وهو ملف شركة الطيران سيفاكس لصاحبها النائب في الكتلة متاع حركة النهضة محمد فريخة، هاجوا وماجوا نواب الكتلة وبلبزوا الجلسة وتسبوا في رفعها لمدة. والسؤال البسيط هو هل أن نقد بل وانتقاد رئيس الحكومة هو عملية أسهل وأبسط داخل مجلس نواب الشعب من نقد نائب من حركة النهضة أو من نداء تونس؟ يا أخي شبيه سي محمد فريخة معصوم من الخطأ ومن نقد، وإلا على خاطر موضوع سيفاكس كبة مخبلة لو نمسوها نلقاو وراها دواهي. ثم يا أخي مش حركة النهضة تقول أنها تساند جهود الحكومة في مكافحة الفساد مساندة مطلقة، مالا أشبيه تصرفها يقول نساندوا مجهود الحكومة مادام ما يمسش حتى حد من جماعتنا. الحاصيل البارح ما بقيناش نستناو برشا باش نشوفوا أنه كلام الأحزاب حول مساندة ومكافحة الفساد هو مجرد ضربان لغة، وكما يقول المثل الشعبي لا يعجبك نوار دفلة في الواد عامل ظلايل، ولا يعجبك زين طفلة حتى تشوف الفعايل.
على كل موقف حركة النهضة من هذا سنعود ليه بعد شوية مع سي محمد بن سالم النائب بمجلس نواب الشعب بحضور أيضا السيدة سامي عبو العضو مجلس نواب الشعب بالتيار الديمقراطي. باش نحكيو في الموضوع هذا ما تو خلينا نرجع مباشرة إلى النقل المباشر لأن ندوة صحفية مشتركة بين وزير الاقتصاد التركي ووزير التجارة والصناعة التونسي وشهد مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. Öyle bir durumdayız ki Türkiye'de Tunus olarak da diyorsunuz ki çok da haklı bir şekilde soruyorsunuz. Niye Tunus'ta denemiyorsunuz? Niye Tunus'a gelmiyorsunuz? Devrimle beraber ilk gelen ülke bizdik. İlk gelen buraya burada olan ülke bizdik. İlk sizin yanınızda olduğumuzu maddi manevi her şekilde gösteren bizdik. Ve ilk gelirken de Türkiye tabii ki dünyanın en büyük, en önemli ekonomisi falan değil ama hakikaten o dönemdeki yani 2009 krizinden hemen sonra bazı sıkıntıların olduğu dönemde 500 milyon dolarlık bir destekle geldik buraya. Ve bugüne kadar da bunun 300 milyon doları kullanıldı. Hala kullanılmayan 200 milyon dolarlık bir Exim bank kredi imkanları var. Artır dendiği zaman da bunu artırabilme imkanımız da var, kaynağımız da var. Niye buraya Türk yatırımları gelmedi, niye böyle bir ilişki olmadı, neden böyle bir başlangıç olmadı? Bununla ilgili sebeplerini söylemeyeceğim. Çünkü sebeplerini söylersem moralimiz bozulur. Mevlana Celaleddin Rumi'yi herhalde biliyorsunuzdur. İnşallah tercüme yapan kardeşimiz de bunu Fransızca'yı tercüme eder. Dün söylenenler dün de gitti cancağızım. Bugün artık yeni şeyler söylemek lazım. Bugün yeni bir gündeyiz. Yeni şeyler söylemek lazım. Buraya Cezayir'de 4 milyar dolar üzerinde Türk yatırımı var. Mısır'da 4 milyar dolar civarında Türk yatırımı var. Etiyopya'da 2,5 milyar dolarlık Türk yatırımı var. Niye Tunus'ta değil? En birinci, yani en birbirimize benzeyen, en yakın hissettiğimiz bu coğrafyada neden? Demek ki bazı teknik eksiklerimiz var. Buraya biz emirle Türk yatırımcısını gönderemeyiz. Yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik edilmesi anlaşması var aramızda imzalanması gereken. Bu anlaşma imzalandığı anda bence çok farklı olacak. Yani Tunus'ta bir serbest ticaret anlaşması imzaladık 2005 yılında. Ve bu anlaşma imzalandığı andan itibaren Tunus'ta üretilen tüm ürünler Türkiye'ye serbest olarak girebilme hakkına kazandı. Ama وصلنا للمتابعة بعد قليل دائما مباشرة من مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصيد البحري الندوة الصحفية المشاركة بين وزيري التجارة والصناعة التونسي وزير الاقتصاد التركي. نذكركم مساء الخير مجددا نسيس مانيوز من تو حتى 7:30. موضوعنا هو جلسة الاستماع البارحة اللي صارت في مجلس النواب الشعبي رئيس الحكومة سيد يوسف الشهيد بحضور نواب. جلسة غابوا عليها في جلسة الصباحية 43 نائب وفي الجلسة المسائية 38 نائب. سعداء جدا باستقبال ضيفنا الأول سي محمد سالم النائب بعضو بمجلس النواب الشعبي حركة النهضة. مرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا. ما عرفش كنت حاب تعلق على اللي كان يقول فيه سفيان قبيل يعني هل أنه نقد نائب من حركة النهضة أصعب من نقد رئيس الحكومة بكل الكلام وكل النقد اللاذع اللي توجه له يعني ما تبلبزتش القاعة وما تبلبزتش يعني هالجلسة وما تقصتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أبدا الهضرة مش أصعب ولا مش أصعب لأنه النقد ما كانش في بلاسته يتهم راجل فساد وقت اللي القصة سي سفيان ما عنده حتى علاقة بالفساد. هذا الرجل استثمر من ماله الخاص كما شركات الكل. صحيح أنه يستثمر من ماله الخاص ويأخذ قروض كيما شركات الكل. للأسف عنده شركة اتعثرت ما جاش خذاء فلوس التوانسة من جيبهم. بالتالي أنه نحكيه على فساد بالنسبة لفريخة وقت اللي واحد يعمل شركة سي سفيان وأنا نعرف علاش نتكلم ويخسر إلاس دي بلوم كيما يقولوا الفرنسيس. وبالتالي أي واحد عنده شركة متعثرة جهده أنه لأنه يؤمن أنه هذا المشروع يزو ينجح هو يحاول ينجحها من جديد. بالتالي النائبة الموقرة زميلتنا الموقرة عندها مشكلة مع سي فريخة من زمان
معناها في شغلة وقت اللي نحاوها من اللجنة اللي كانت فيها ودعات ادعاءات بدون حتى حجة ودخلت شعبان في قعبان. بالتالي الناس كي تكلمت لأنه ما هوش ملف فساد. وإحنا سواء النهضة ولا غير النهضة إحنا مع رئيس الحكومة في أنه ما يلزمش يكبر واحد قدام القانون. أي واحد عنده فلوس الدولة، أي واحد فاسد يلزمنا ان انا نعرف فما فكره مغريه. خرحوا صعب ضيفتنا مدام سمير، يعني راح بنص زميلتك في المجلس. مرحبا مدام سمير. مرحبا بك. دونك خلط علينا نحكي. خليني نكمل. اي بالطبيعه. انا سي سفيان نعرف انه فما فكره ولا مغريه جدا انه هالناس اللي يعتبروا روحهم بروبر ويتكلموا على محاربه الفساد، وش خص كان القولهم حوايج. نعلمك انه من اللي خرجنا من الحكومه وعينهم تنقبت وهم يلوجوا على حويجة مازالوا ما لقاوش. وحتى الملف اللي انت ركزت عليه سي سفيان مرتين ثلاثة واللي هم سي سليم بن حميدة، اما انك ماكش عارف حتى شيء في الموضوع وهذا موجود، ولا سمحني انت دو تري موفيز فوا، واظن انه عندك من جهتين انك مش عارف من جهة هو الملف دو موفيز فوا من جهة اخرى. هو الملف مازال كبدا ومتواصل. لا، اللي عندي ثابت اليوم، اللي عندك ثابت اليوم، اللي عندي ثابت اليوم انه فما حكم، هو انه ليه انه النيابة العمومية فتح التحقيق. هو انه النيابة العمومية فتح التحقيق، ولكن النيابة العمومية شكون طلب منها تخدم تفتح تحقيق؟ لا مش مهم. لا مهم جدا. مش مهم. لا مهم جدا يا استاذ. فما فرق بين الوزير السابق هو اللي يعمل انسبكسيون وهو يطلب من القضاء باش يبت في المسألة وهو يعدي المدلس، ما هو النيابة العمومية قاعدة لمجلس التأديب، ما هو النيابة العمومية قاعدة تخدم، خلاها تخدم. انت ما خليتهاش تخدم سي سفيان. انت ما خليتهاش تخدم. وانا نقول لك انه مع سي سليم انا ما عندي ما حد شيء، عندي دوسي. والله انا اقترح عليكم تجيبوا الرجل، لانه سي سفيان راه مرتين وصوره الرجل هو محامي في باريس على انه هارب من العداله. بكلام سي سفيان هارب من العداله وما يحبش يجي، وتجيبه في الصوره نتاعه في التلفزه راهو ما يجيش. لا 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 لانه دعاته النيابه العموميه باش انه يحضر، وهو خرج كتب ستاتو قال فيه قلت هارب، انه لو يخلصوا لي تذكره الطياره تاو جي. هذا هو قال سفيان. كنت اسمع جوست فصلك هذا حتى التصويره راهو في كل فقرات اللي نعملوها فما الليستراسيون، هذه خدمه تلفزيونيه كي نحكيوا على العبد تحطوا له التصوير، ماهوش تشهير ولا حاجه. دور سليم بن حميد ما يعطوش الفرصه. مرحبا بك. مرحبا بك. يدافع على روحه. هذا في كل وقت. لا هذه منك كلمه. لا مش مدام سامية. مرحبا. مرحبا. ريت وين تجبد فساد هكا الناس كل يعني سوات وهم يعني ترايش بصراحة. موجة ناجحة اليوم مقاومة الفساد، موجة ناجحة اللي حاب يعمل شوية شحيح. لا مش موجة ناجحة. لا ناس بس عندها هي سلاح ذو حدين، مش أي واحد ساعي قاوم فسادة، فما مواصلة ناس قاوم فساد. أما احنا قدام نكون أو لا نكون كما سيوسف الشاهد استعار جمله تونس ام الفساد، تونس الفساد، هذيك هي مش موجه ناجحه. حقيقه احنا في وضع يسخف، مؤسساتنا حالها معناتها يصعب على القلب كما نقول فيها. لازمها وقفه، لازمها وقفه تاع مسؤولين تاع الدوله، لازمها وقفه صادقه، لازمها وقفه بنغرى على البلاد تو سامبلومون، سهله برشا، لازمها فولونتي. دونك فهمت. دونك احنا اليوم موجة تخدم ما تخدمكش، إذا كان بعد تصفى يعني احنا منش سمحني شعب موش بوهيلي، ما انت فهمت موش بهلول، تعملش على شعب انه بوهيلي مش اي واحد يحكي اغنية لكل مسامع تتعدى. عندها مواصفاتها مقابل فساد، عندها شروطها، عندها معناتها ناسها. دونك فوالا معناتها اسكو تقولي موجة مش موضة. سمحني كيما مثلا وقت الارهاب، رهيب سمع ناس تستعمل في الإرهاب كصورة زادة كإيماج، ويوصل يضربوا ناس بصورة تاع إيماج، حتى هو باش لازم يطلع بالإيماج هذيك كانها فوند كوميرس نتاعو. أما احنا اسكو بالحق الدولة قالت تقاوم ولا قادر يمنع؟ اللي هي معناتها صراحة كان يهدد البلاد بالحق، وهي كان يهدد البلاد بالحق
ولا زال يهدد البلاد كيما الفساد يهدد البلاد. دونك اللي يغى على البلاد واللي يحب البلاد يحط بما بين عينيه ويخدم على روحه. على كل حال سنعود لجلسه البارح، خلينا نشوفوا ابرز ما كتبت الجرائد التونسيه. نعملوا طله لانه الحدث اليوم تقريبا في الصحافه التونسيه كانت هذه الجلسه الاستماع، ثم نعود للنقاش. صدرت جلسة الاستماع لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس تحت قبة البرلمان عناوين الصحف التونسية، وين القوى الشروق كتبت الشاهد في البرلمان لا حصان لأحد في الحرب على الفساد، ونقلت قول الشاهد بأنه الحملة غير انتقائية وغير موجهة ضد رجال الأعمال وأصحاب الثروة وخالية من التصفيات الحزبية. أما جريدة الصباح فكتبت في جلسة حوار مع الحكومة مطالبة يوسف الشاهد بأن لا يتوقف في حربه على الفساد، كما دعا العديد من النواب إلى إصلاح الإدارة والديوانة وتوفير الدعم المادي واللوجيستي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي ولهيئة مكافحة الفساد. وفي جريدة الصريح نلقاو نواب يقولون ليوسف الشاهد الرخلة، والشاهد يقول احنا ضميرنا مرتاح. في المقابل تحدثت الصريح عن الانتقادات لوجهة لرئيس الحكومة والمشكة في مصداقية الحملة، فيما اعتبروها نواب آخرون حملة منقوصة في ظل غياب الخوض في ملفات عدة لا تزال داخل الرفوف. أما صحيفة لو كوتيديان فكتبت يوسف الشاهد الحرب على الفساد لم تستثني أحدا، وتحدثت عن تأكيد الشاهد بأن الحرب متواصلة ولن تقتصر على فترة زمنية معينة، وعقبت على الاستراتيجية المعتمدة في مكافحة الفساد واللي قامت على إصلاحات شملت الجانب التشريعي والإداري والقضائي. مقال مشابه نلقوه في جريدة لوطان بعنوان الشاهد والحرب على الفساد لا انتقائية ولا تصفية حسابات، القانون سيطبق على الجميع. نختم جولتنا بجريدة الصحافة اللي كتبت الشاهد في البرلمان الأغلبية تساند والمعارضة تشكك، وفيها أيضا عودة على حصيلة الحملة 1,000,000,000 دينار من المواد المهربة و700 مليون دينار من العملة الصعبة، وحديث عن الإصلاحات المعلنة في المجالين التشريعي والقضائي. إذا سفيان هديت لنفس توا بعد جلسة البارحة اللي تواصلت يعني نص الليل أو أكثر، أكثر من 12 ساعة في مسوي بشعب تقريبا. علاش حابين نعملوا الفيديو بريس؟ لأنه فما نقاط مشتركة أشارت لها الصحافة التونسية، أنه ما خرجناش بخطة واضحة، أنه أخطى بعض الأرقام اللي نعرفوها من قبل. في نعرفه في قانون ميزانية 2017 أنه بيشتم انتداب 500 قاضي، الأرقام بتاع الديوانة كل يوم كل جمعة الديوانة تهبط في الأرقام بتاعها وتقول راني حجزت وكذا وكذا، ما فهميش جديد. هذا تقريبا ما اتفقت عليه الجرائد اليوم الصباح. هذا هو ان وانا نعاود نطرح التساؤلات اللي نعتبرها اساسيه. ما خلينا نشوف كنت تسمع كنت تسمع ان وزيرنا بدا يحكي، دونك خلينا احنا سمعنا قبل شويه من الوزير التركي قاعدين ننقلوا في مباشره ندوه صحفيه لتجمع وزير التجاره والصناعه التونسي وزير الاقتصاد التركي مباشره من مقر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره. نسمع بعضنا زيد العذاري الوزير ثم نعود. Que les Tunisiens aient visité, un pays que les Tunisiens aient passé des vacances. Tunisiens maintenant de plus en plus nombreux à étudier là-bas, à faire des études supérieures. Un pays où les Tunisiens s'intéressent de plus en plus nombreux à faire des affaires et à nouer des partenariats. Et donc pour nous, il faudrait que nos échanges commerciaux et économiques soient à l'image de cette ambition et de ce désir profond, de cette volonté profonde qui nous anime tous d'aller très loin. Pour cela, il faudrait combiner une approche vraiment qui travaille un peu sur tous les fronts, sur tous les niveaux. Il faut développer les exportations, pensant qu'il y a une vraie question. Quand la Tunisie, 12 ans après, n'arrive pas encore à atteindre le consommateur turc, à atteindre l'entreprise turque, à développer une présence significative. Je pense que c'est une vraie question que nous, en ministère de l'Industrie et du Commerce, devons nous poser, mais également des opérateurs du secteur privé. Parce que vous imaginez que si on disait aux Tunisiens en 1956, c'est-à-dire 60 ans auparavant, au lendemain de l'indépendance, que إذا سنعود بعد دقائق إن شاء الله لمواكبة هذه الندوة الصحفية واللي قاعدين نواكبوا فيها هذه الجولة منذ الصباح. نرجع إذا سفيان، ما عرفش خرجت بحاجة البارح من جلسة يوسف الشاهد مع النواب؟ لا فما برش حاجات تقال. أولا أنه يوسف الشاهد خرج مركبونته
في البارومتر بوليتيك ماركا بوتو هذا تنشوفوه في لي سونداج اللي باش يرجع. علاش؟ لانه الخطاب نتاعو كان ستركتوري منسجم، معناها il y a eu une bonne communication. هذا اكيد. لكن على مستوى المضمون يطرح تساؤلات. اولا علاش يقتصر يغيب على المجلس المده ذيك الكل، ثم يقتصر انه يحكي على ملف واحد من ملفات الحياه العامه للبلاد. معناها ماهوش، لو انه كان منضبط بانه كل شهر يجي ينجم ياخذ تام واحد، لكن كي تغيب برشا ما عادش نجم يكون عندك هذا التصرف، لانه فما برشا مواضيع اخرى. دونك هذا التساؤل الاول. التساؤل الثاني هو شنو جديد في الخطاب هذايا؟ حتى شيء، لانه الاجراءات اما معروفه بالمسبق والا اما موجوده في وثيقه كارتاج ولا تم الاعلان عليها كلكو بار. السؤال الثالث، وين السياسه في خطاب رئيس حكومه؟ رئيس حكومه هو رجل سياسه بامتياز. البارح الخطاب نتاعو ماهوش خطاب رئيس حكومه، ماهوش خطاب سياسي. شنية سياسه حكومته في مجال مكافحه الارهاب الفساد؟ وين تتنزل مكافحه الفساد في سياسته الاقتصاديه والاجتماعيه والماليه والقضائيه؟ هذا ما لقيناش اجوبه ليه. ثم السؤال الاخطر هو هل هذه حدود الطبقة السياسية في بلادنا؟ باهي سامي عبو، يعني برشا من أكثر الأسئلة اللي طرحت شنية سياسة الدولة في مكافحة الفساد. أعطاه وقال القضاة نستنوا فيكم في مجلس النواب ونحييكم على القوانين اللي عملتوها، نستنوا فيكم قوانين أكثر. هل كان مقنع عن البارح بالنسبة لك رئيس الحكومة؟ هل أقنعك أنه فعلا هناك حرب على الفساد في الدولة؟ البارح سمعنا بكل انتباه بيان سور الخطاب سيد رئيس الحكومه، لكن قبل ما نقول لك على الخطاب الاولاني نحب نحكي لك على الخطاب الاخراني، اخر خطاب معناتها خطاب تاع نصف الليل الرد. سيد رئيس الحكومه حضر الرد نتاعو من قبل ما يجي للمجلس وطلع على البوديوم وجاوب عطى الرد نتاعو اللي حضره قبل ما احنا ندخله، فقط اضاف نقطه وربما راه محضرها لانه كان يتصور انه ثم شكون باش يسالوا على ما سميت بشبهه الفساد اللي علقت في 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 حقه. دونك ما جاوبنا على حد شيء. سالوه ثم شكون طرق الاسئله الدقيقه، مش خطاب سياسي ولا خطاب عام ولا لا، اسئله دقيقه واحد اثنين ثلاثه اربعه، وطلبنا منه باش يجاوبنا اجابات دقيقه بدقة السؤال، إلا أنه تهرب. وهذه نقطة معناتها بالنسبة لي نحن نقطة ضعف كبيرة في جلسة أمس. حاجة بارك اللهم سي الشاهد جاي كما قلت لي باش يملك بونتو ويحب يطلع في السونداج، هذيك ممكن، هذيك نقول لك ممكن مشروع، لا ممكن أما إلى حين شوية. وقتاش باش يكون مشروع؟ سنعده مش بالتحايل يكون مشروع، التحايل ولا مش مشروع. معناتها إنسان مطالب بالالتزام باش يقوم بحاجة، ملزم باش يقوم بحاجة، دونك يجي يوهم الناس انه قاعد يقوم بها، باش يجي فقط باش يوهم الناس ومن بعد يخرج يقنع بك الايهام هذاك هاني وصلت، هو غير ما مش يعمل فيه يولي وقتها تم تخدم في عمليه تحايل جديده. وانا نخاف منها، ما نقولش في عمليه تحايل تو، قلت نخاف. دونك ردوا بالنا حذاري، راهو الوقت كفيل باش يعري كل ولات عندكم شكوك. انت يا ديمقراطي مثالك من اولى الاحزاب، هنجيك سي محمد كان من اولى الاحزاب اللي دعمت يعني دون شروط، وسمعنا يعني برشا يعني اما كان فما دعم كبير لحمله مكافحه الفساد، مش دون شروط كان فما دعم. اليوم هالدعم هذايا بديتوا تراجعوا فيه؟ بديتوا تراجعوا فيه؟ شوف احنا الدعم بالعكس حاجه باهيه، انا اعطيني هالدعم بالعكس حاجه باهيه، خاطر برشا ناس حسبوها سياسيه، برشا ناس ما احنا دخلنا تويكا، نحنا دخلنا جماعه مع جو جو وجماعه الحطب نتاع حمد جو جو، احنا بين زوز وحدات، احنا لا مع جماعه جو جو ولا مش جماعه نتاع الحطب نتاع جو جو،
دونك هذه واضحه المساله هذه. بقينا نحن شنو؟ احنا عندنا مصلحه هامه. سي يوسف الشاهد المعروف عليه قبل انه ما عملش السياسه وما عندوش ما دخلش في الخبث السياسي معناتها لم يتربى في الخبث السياسي. فقلنا لربما ثم الطبيعه غلبت. الطبيعة بمعنى هو حفيد راضي حديد معناتها حفيد مناضلة. ربما الطبيعة غلبت الثقافة اللي هي معناتها توا قاعد عايش فيه المناخ السياسي والمناخ الحزبي اللي هو فيه. فقال اليوم بدينا نقاوموا الفساد، وكيف توقفت أسماء نعتبروا اللي هي فيها شبهة فساد كبيرة ويزمها تتحاكم ويزمها تتحاسب، كيف توقفت هذه الأسماء من غير ما نعرفوا سببت الإيقافات، قلنا تيان فازي نحن معك كمل. أما كمل مفرق بين أكهاو ستوب وبين كمل. يا أخي اتضح اللي حتى اللي عملوا يظل يزموا وقفة، ويزموا وقفة تأمل وتساؤل، لأنه الإيقافات اللي قام بها توقي نعمل أن بو دو ركول ونخرج شوية نجي ونشوفوا شنو نلقاو. نلقاو أنه في تحت راية ولافتة محاربة الفساد وقف شفيق جري. أي لكن شفيق جري الملف متاعه لا علاقة له، على الأقل اللي عند القضاء اليوم اللي على أساسه توقف عليه لا علاقة له بملفات فساد مالي. هي قضايا أم دولة صحيح مهم باش يوقف عليها معاك يوقفوا، أما ما يسبهاش بقوامة الفساد. مش ما غلطناش احنا، خلينا نشوف اثنين صحيح. بعد نجي نشوفوا نحكيوا نلقاو وقف معاها مجموعة من الكناترية، مجموعة من تاع الكناترية وحطوا في الإقامة الجبرية. بعد دو يتسيبوا سنة عاد خنفهم الساعة، ومن بعد نحطوا في الإقامة الوحدة الجبرية بدا يلم في الملفات. دونك أنا نسائل الكناتري اون جينيرال خطورة التجارة الموازية وإلى آخره، راهي في القضاء راهي الخبز اليومي. كان تحب أسأل حتى المحامي هو توا في الحكومة وينهم في الكناترية واجبه، لا مش حتى مش عيب حقه واجبه، يسألوا يقولوا راهي الخبز اليومي. وعلاش؟ لأنه يكفي فيها الصلح مع الديوانة وتخرج. واضح. دونك سامحني خلينا نكملك الجملة في الفكرة. دونك لهنا في هذوما الزوز مع ديواني متقاعد، ديواني متقاعد وديواني هكا متقاعد، عملوا مصادرة ممتلكات. هنا نقول نسأل سؤال، صحيح احنا معاه باش يحارب الفساد كمبدا كفكره، تخلوش مخه احنا راه، اما لاكت نتاعو تصرفات نتاعو هي اللي تبين لنا. هنا نسال وين يحارب الفساد؟ سي محمد جوستومون من النقاط اللي طرحت البارح في المجلس مع عند برشا نواب هي الانتقائيه، يعني انه نحدوا الفساد في مجموعه من الكناتريه وبعض القيادات الديوانيه. يعني حسب ما شفنا الايقافات سواء السابقه يعني سواء اللي توقف المره الاولى ولا المره الثانيه وتقف الحمله، يعني كيفاش ترى هذا؟ خليني نعرج شوي على تقييم الجلسة بتاع البارح، لأني ما قلت رأيي فيها. أنا في بالي السيد رئيس الحكومة جاء باش يدافع على سياسته، وجاء باش يطمن التوانس على أنه راهي ماهيش حملة بل هي معركة، ورانا مازلنا كبدينا وراهي متواصل. هذا دوره، وأظن أنه قام به. قال سفيان قبيلي أنه ماركة بونتو ولا بونتوات في أنه جاء قال رانا مواصلين نطمنوا التوانسة كذا، هذا قام دور. أنا أقول النواب كذلك قاموا بدور، والنواب سواء كانوا في المعارضة وإلا حتى في الائتلاف قاموا بدور، وقالوا للسيد الشاهد جيد قلت لنا باش نواصلوا ومعركة ماهيش حملة وما إلى ذلك، ولكن راهو ثم في البداية الحملة وإلا المعركة متاعك فيها تعثرات. أنت دوب دخل الحكومة قال إحنا الفساد الكبار باش يكونوا في الحبوسات، ما بدات الحملة كان بعد 6-7 شهور. سبيان واحد يحضر روحه باش يبدا حملة، المعارك تتحضر قبل، ولكن للأسف ما فهمش ملفات حاضرة. بعد ما أنت تهددتهم معناها في بداية الحكومة بعد 6-7 شهور شديتهم بقانون الطوارئ وحطيتهم في الإقامة الجبرية، وكما قالت السيدة النائبة والمحكمة كي تعدات في قضية أمنية ما عندهاش علاقة إطلاقا بمقاومة الفساد. إذا هذه بداية متعثرة له المعركة ولا حملة ولا إيش تحبوا نسموها. فبالتالي النواب قالوا كلامهم، قالوا على أنه واجبنا. أنا في الائتلاف الحاكم كلمت سيد الحكومة قلت له للأسف إحنا لاحظنا أنه الحملة بدأت متعثرة، ومقاومة الفساد ما يزم تكون كان بالقانون. أكبر منظمة نتاع فساد في العالم المافيا معروفة، بدأت في جنوب إيطاليا وامتدت لأنحاء العالم الكل حتى لأمريكا، ما وقع القضاء عليها إلا بالقضاء وبقضاة شجعان
وبتطبيق القانون. ما نجيوش احنا محضرين ارواحنا للمعركه ومن بعد نلقاو الملفات فارغه. للاسف فما زوز ظهري ولا ثلاثه ديجا خرجوا. علاش خرجوا؟ خرجوا اكيد لانه الملفات ما كانتش رزينه بما فيه الكفايه. ولا كما قالت الاستاذه يكفي باش نعترف بالمشكله الديوانيه. بالمشكله الديوانيه والسلام عليكم. هذه مشكله شكون؟ مسؤوليه شكون؟ ما هي مسؤوليه الحكومه اللي تساندوها الاحزاب الحكم ومسؤوليه الكتل الكبيره في البلد. وهذاك اللي كنت تقول فيه يا استاذ. احنا قمنا بدورنا. احنا قمنا كيفاش؟ تفضل. في نفس الوقت في نفس الوقت اللي تساندوا فيه مكافحة الفساد ومجهود الحكومة تخرجوا فيه قانون الحوكمة الرشيدة والهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اللي يعطي صلاحيات للهيئة أقل من المنشور 120. فسروا لي كيفاش في نفس الوقت اللي تكافحوا فيه في الفساد تعديوا فيه قانون المصالحه الاداريه. هذا نفس سؤالك مدام ساميه. يعني كان البارح هذا من الاربع اسئله سالتهم. اي سالته بكشن هذا سالته على موقف من قانون المصالحه. لانه اليوم قدام سامحني دوله بالقانون ثم ضعيفه العقل. يعني ما فما مشكل. ثم راس السلطه التنفيذيه رأساس السلطه التنفيذيه واحد منهم يدعو للمصالحه وواحد يدعو للمقاومه. يعني مصالحه مقاومه مصالحه مقاومه. يعني احنا دوله بثلاثه رؤوس والراس الثالث قاعد يعمل. همشي جيبك راس الثالث قاعد يعمل. قاعد يمرر الفساد في قوانين مشبوهه. احنا المجلس النواب قاعد يمرر في عدد القوانين المشبوهه وفي الاثناء قاعدين عدوا في قوانين مؤسسه الدوله تضعف الهيئات الدستوريه اساسا اللي هو اخطر من القانون تاع مكافحه الفساد. ثم الهيئات نتاع الاحكام المشتركه اللي جعل الهيئات سبقهم جمله. المطعون في دستوري المطعون في الدستوريه نتاعو واللي سبق جميع القوانين تنظم الهيئات الاربعه الخمسه عفوا على خطورتها الاعلام الفساد انتخابات حقوق الانسان هو التعذيب الاخير والتنميه المستدامه. هذوما جينا عملنا لهم قانون مسبق جبناهم ولاو ادارات تحت المجلس نواب الشعب. هذه ما تخرجش فيه توا بديتاي خاطر خدنا وقت اللي احنا حاجتنا بس لابعد من هكا. المهم احنا رأسي السلطه التنفيذيه واحد يمد هكا واحد يمد هكا. فهمونا اسكو سيسي يوسف الشاهد تمرد على رئيس الجمهوريه يقول لنا وقت اللي هو اليوم دعمتني قال رئيس الجمهوريه دعمني اللي ما يعملش دار وقال علاش قلت لك كي تجي تشوف تلقاهم مع بعضهم منسجمين ما ثم حتى اختلاف. لانه اللي عم فيه سي يوسف الشاهدي لحد الان ان شاء الله يفيق هاو مش عطيوه في فرصه البارحه هكا سيسناه رحنا له اسئله وروحه تدخلك كان يسيس فيه طبعا للبارحه. لا سيسناه انت نعطيه فرصه بس نعطيه فرصه. يعني انا سمعته وما كانش تدخل سيس في الحقيقه. لا يا ذاك اللي قدرت عليه بالسياسة. لا هذا يقصد هذا يعني ما تو انا شو وقتاش البارح تغششنا كي ما جاوبناش الحق ما احترمناش نسمعوا نهار كامل قاعدين في المجلس النفش تاع الليل بعتينا اسئله كل نايب شو عنده راهو كي نتحثوا راهو ماهوش حديث هكاك رانا عندنا مشاغل رانا عندنا هموم راهو عندنا تساؤلات سالناه كان المفروض عنده شجاعه ويجاوب اما ما ينجمش خاطر لازم يتبرمج قبل يتعمل ان شاء الله يا ربي يتغير زي عنده فرصه صغير ويتعلم. اليوم احنا قدام شنو؟ قدام مساله هامه جدا اللي هي شعار كبير مكافحه الفساد ما يلزمش نغلطوا الراي العام يلزم المواطن يبقى فاهم ما يتهبطش بياج لا قدر يهزنا العكس. اليوم مازلنا ما عملناش مكافحه الفساد اللي حبيت نقول لك مثلا سي نجيب اسماعيل مثلا نجيب اسماعيل وقفوا على تبييض الاموال باهي سامحني راهو سي يوسف الشاهد الملف يتحل به سي نجيب اسماعيل الثابت انه ما فيش تبييض الاموال اللي موجود في البنك التونسي الاماراتي لانه اسم نجيب اسماعيل شركته على الاقل موجوده في ملفات فساد تبييض اموال وجاتهم معناتها فيه نوت من 2015 2016 2017 السيد هذا راهو في يقوم بجريمه كبيره اسمها تبييض اموال لكن للاسف الحكومه ما حلتش ملف هذا اما تنجم تحيله في ملف اخر. علاش السؤال يسال علاش؟ لانه الملف هذا كان تحيله عليه باش تجبد انا مجبوش نمسوهم علاش قلت لك راهم في تناغم اليوم سامحني لا خليني نشوف نمشي لعنوان الاخبار. اخطر من فساد تعرف شنو هو كلمه اخطر من فساد انك تخدم بالفساد عرفت في فساد اخر. سي محمد جاوبنا بعد شوي على الاقل على ما سميته مدام سامي يعني عدم انسجام بين رئيسي السلطه التنفيذيه. نعود مباشره بعد الاخبار تقدمها لكم بعد شوي.
انه يوضح لنا فعلا حمله، لكن تقول بدينا نشكوا احنا كمعارضه، ولكن كمعارضه دعمناه في هذه البدايه. وتتسائل ايضا عن دور السلطه التنفيذيه، وانت تمثل احد يعني اركان هذه السلطه التنفيذيه اللي تقول فيها تناقض كبير، من جهه تدعي او تقوم بوقايه الفساد، ومن جهه سميتها بقوانين مشبوهه قاعده تمر في مجلس نواب الشعب. ديجا فما قوانين تقدمت فيها طعون في الدستوريه نتاعها. يعني المشهد بالنسبه لسامي عبو على الاقل، وهذا ما كان تعبر عليه قبل الاخبار، في برشة تناقضات. أنا من نشاطر هاش الرأي طبعا، يعني والباقي راني في المعارضة معه. أنا نعتبر أقنعنا وأقنعها. إيه نحاول طبعا طبعا، هذا دورنا. أنا ما نشوفش تناقض بين مقاومة الفساد وصيغة قانون المصالحة، بين قوسين قانون المصالحة، ولا الكلمة أكبر منه، لأنه المصالحة الأصل تتم بين ضحايا وبين الناس المستولين على الأموال. القانون أصلا في البداية خرج الضحايا وخلى فقط الناس المستولين على الأموال والموظفين اللي عاونوهم في عملية الاستيلاء، وبالتالي المصالحة مع من؟ هذا السؤال الأول. الآن وقد جهة المبادرة صلحت وعطت مقترحات أخرى، خرجت منه معناها فئتين اللي هما الناس اللي استولت على الأموال، قالوا هذاك العدالة الانتقالية، وأنا نعتبر هذا حاجة جيدة. طبعا معارضة نجم تقول لا مش كافي وما إلى ذلك، ولكن أنا نعتبر خطوة مهمة جدا، وربما نفسرها برفض مجلس شورى حركة النهضة للقانون بصيغته الأولية، وبالتالي ما عنده حتى شانس باش يتعدى. وبالتالي جهة المبادرة قالت يلزم نلقى كونسنسوس، هي على كل حال في البداية كذلك قالت يا ولادي دخلوا فيه التحويرات اللي تحبوا، المفيد يتعد. الآن وقت اللي هي بادرت ونحات الناس اللي استولوا على الأموال، خلات الموظفين بشرط أنه ما يكونوش انتفعوا شخصيا. أنا كنائب في الكتلة، احنا مازلنا نطمح أنه نحيو أشباه الموظفين، ما فهمش علاش نخليه أمبيغويتي. احنا قلنا القانون هذا باش يبقى للناس، باش الإدارة تخدم على روحها من غير خوف، وبالتالي الناس هذوما يلزم نشترطوا أنه أملاكهم متناسبة مع جراياتهم. ما يجيش واحد شاريته 1.5 مليون وهو عنده فيلا بزوز مليارات ولا زوز مليارات ونص. في الحالة هذه يلزم يثبت لنا منين جاب الممتلكات هذه. إذا هو فعلا مسكين على نيته وخايف لا يكسروه ولا معناه ينكلوا به وعمل طبق التعليمات، يا سيدي مش مشكلة، احنا بعد ثورة ونجموا نتجاوزوا بقانون. بالتالي انه نقاوموا الفاسدين، لو خلينا رجال الأعمال في القانون نقولوا عاد ثبت لي واحد نسيبوه والآخر معناها بقانون نسيبوه والأخرين نجاروا في جرتهم. طوى أنا نقول التناقض ما عادش موجود بين قانون مازال ما اصطلح على تسميتي، يلزم يولي قانون عفو على الموظفين ماهوش قانون مصالحة، وبين الحملة على الفساد مش ما فيهاش الآن ما فماش تناقض. هاو بالوضوح التام، ما جيناش رجال أعمال قلنا هذوما نحطهم في الحبوسات. وصلنا عم وصلت فكرة، خلينا نجاوب، اعطيني شوية وقت باش نجاوب. خلي على بالك داو وباش نعاودوا نفس الفكرة. باهي هذه شهادة اعتز بها انا. سامي الحال تعتبر هناك تناقض. احنا كي نقولوا العفو على الموظفين، ساعة باش نولي ساعة ثم كذبة ساعة بين 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 قوسين لمشروع نفسه. من الأول قال لك باش دخلنا فلوس وجبنا أموال وكسرونا روسنا في اللجنة وفي الجلسة وفي الشارع وفي البلاتوات، لأنه وجابوا لنا طابع استعجالي وبلاد سامحني كاسة فارغة، وهذا باش دخلنا فلوس. اتضح اليوم اللي المشكلة ماهيش مشكلة فلوس، شو المشكلة مال؟ المشكلة في السيستم. وإذا كان سقطت رجال أعمال مش خاطر كتلة النهضة رافضة، لأنه كنت نانا ناقش المبدأ وتتفاوض المبدأ، لأنه الشارع يظل الشارع أقوى بكرة النهضة سي محمد. لأن الشارع الفضل. أنا قلت ما الشورى قال حتى مش الشورى حركة النهضة سوف لن تصادق على القانون إلا بعد ما نعرف شنو. احنا المهم بتغييرات جوهرية، المهم يظهر لي الشارع اقوى من الشورى سي محمد. دونك الشارع هو اللي ضغط وهو اللي تم تراجع على رجال الاعمال، اما التراجع نتاعو يوريك اللي هما عندهم كذبه كبيره كسرنا بها روس عنده قداش يقل خاطر فلوس. اثنين اللي صار في قانون هذاك عداو الماكينه لو سيستم. انت اليوم تحب تصلح، مش معك تحب تصلح، تحب تصلح على صلح الاداره
تحب تصلح صلح مفاسد الدولة، تحب تصلح يزم فكك منظومة، يزم تعرف ذلك حتى كي ما خدش فلوس. علاش عملك كيكا وفرضا نخدش فلوس صفرك حكيت خدش فلوس هذية أكبر كذبة، ما خدش فلوس راه أكبر كذبة. تقول أنت كيفاش عملها، شكون تعامل معها، علاش عمل ذاك، شكون عمل لحساب من عمل، شو ما ثغرات اللي عمل به، هذا كله باش يتغطى. سي لو سيستيم اليوم اتضح أنه بالحق سياسة اللي كنا عايشين بها قبل بعد الجانفي لليوم. علاش قلت لك الشعار هذا راه لازم وضحنا الامور يا يوسف الشهد. لليوم سياسه الاحزاب اللي حكمت قبل واليوم يحكموا بسياسات فاسده، ومش سياسات فاسده، ويعملوا في قوانين لحمايه هذه السياسه الفاسده حتى يواصلون الحكم بها. سفيان قبل نمشيو للناس البرلمان، امام كل هذا المشهد اللي فيه تناقضات اللي فيه حاجات مش مفهومه، تراش انه كانت المشكله تتحل بسهوله لو كان حمله مقاومه الفساد مرت عبر القوانين الرسميه مش عبر القوانين الاستثنائيه ومرت عبر القضاء؟ معناها كانت الحملة متاع لمقاومة الفساد كانت تتعدى عادية جدا والعباد الكل تصفق لها، لأن لو توفر شرط بطريقة بسيطة، خلينا من شفيق جرية اللي دوسي ما هوش متعلق بالفساد، متعلق بالأمن القومي، خليه. لكن فما حاجة وثيقة تاريخية مهمة اليوم، وثيقة تاريخية مهمة اسمه تقرير لجنة سي عبد الفتاح عمر. اللجنة هذه اللي خدموا فيها ما خذوا حتى دوروا طبعا، خدموا أشهر وقت ما أكسير الانفورماسيون، وقت ما أكسير الانفورماسيون دخلوا الاقتصاد خذوا وثائق وخذوا الوثائق وخذوا كذا. و عند التقرير ذاك فيه مجموعة من الأشخاص من الأسماء اللي مدقين وخدمت على روحها والكل. تقصد 315؟ 300 هذوكم أيوة، مجموعة 300 ومجموعة 350 تقريبا هكاك. يا أخي إن نفعل هذا التقرير، نفعلوا التقرير هذا نهزوه قدام القضاء التونسي ونقفوا لهم عند راسهم، نثبتوا عليهم اي ترى اش عملتونا فيه. تو سامبلومون هذا المطلوب. وانا اقول لك بكل صراحه ما عندي ثقه في حتى سياسه لمكافحه الفساد الا انها تعتمد بالاساس تقرير لجنه عبد الفتاح عمر. سنعود مدام سامر سي محمد لهذا، خلينا باش نرجع لك نمشيو نشوفوا كيفاش تعديت اجواء الجلسه نتاع البارح. كالعاده زميلتنا وفاة ربلسي تعمل جوله وعندها نظرة أخرى للأحداث. شوفوا مع بعض. السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ناس البرلمان. أسبوع هذا رئيس الحكومة يوسف الشاهد شرفنا في المجلس، على ذلك باش خليكم تتفرجوا في أجواء الجلسة العامة كيفاش كانت. تفرجوا مع بعضنا. البداية كانت مع يوسف الشاهد اللي ما يفلتش فرصة باش يقولنا فيها. وأحسن وصف لضرورة الحرب هذه وما قاله العلامة عبد الرحمن بن خلدون: انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، وبداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة. مقدمة ابن خلدون. في المقابل إبداعات نوابنا متواصلة. ضربة وصلت لهذا الكائن وبدأ يكشر عن أظافره وبدأ يعض العض والله سيدي دي تكلم كلام زي الفل. وفي أحد أشعار نزار خباني قال: لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار، لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار. أي نكملوا في نفس الإطار اتهامات متبادلة بين النواب، وهذا وين وصلتنا. سيفاكس أنلاين هي شركة خذت دعم من الدولة، هذه الشركة سيد رئيس الحكومة لها أكثر من عامين ليس لها نشاط، ليس لها طائرات وليس لها موظفين، هذه الشركة مسكرة. أنا بقول النيبة هذه بكله كذب وافتراء اللي قالته. ثاني شيء، النيبة هذه من بلاتو لبلاتو ومن تلزة تلزة، ويقول اللي أنا نصف الدواعش.
مش معقول اللي قاعد يصير هذا. شنو مش معقول؟ خلي زميلنا يتكلم عليه، ما نحترموش وزير الداخلية بحضنا. عنده وقت ويتكلموا. وزير الداخلية موجود. سيبوني يا ما في حالي في حالي أروح مطرح ما أروح. هيك نكون وصلنا نهاية حلقتنا. استني من الأسبوع القادم في حلقة جديدة، وكالعادة تنجموا تفرجوا فينا على الباج وفي سير فيسبوك نسمة. مدام سامي، ترى شنو الفساد يزوم من مقاومته بالمجلس بالقوانين من شبهات على انه البارح طارق الفتيتي رئيس كتله الاتحاد الوطني الحر طالب رئيس الحكومه في المداخله نتاعو، قالوا اعمل فينا بحث مالي الناس الكل النواب الكل 217. ترى شنو دو بون يعني هكا فوا تصير الحكايه هذه؟ هنعطيك توا مشكل هذا برك حاجه تخيل معاها. علاش قلت مش اي واحد يحارب الفساد؟ محارب الفساد عنده ناس شو معناتها عنده او عنده مواصلات. اول حاجه اذا رئيس حكومه بالحق خذا الرايه نتاع محارب الفساد مش شعار، حقيقه الرايه ودخل به، اول حاجه ساعه يبدا بالانتراج نتاعو. احنا اليوم يقع انتقاء مستشارين مشبوهين في شبهات فساد عمدا جيبوا فيه طلعت يوم ما تقدرش اسم عندنا وزراء تعلق بهم شبهات فساد، حتى ولو حتى من باب الاحترام لنفسه معناتها واحد رافع الشعار تاع واحد فساد لازم ينظف لونطوراج نتاعو. انت قلت شبهات يا مدام؟ شبهات بيان سور. شوف انا مش تدخل الحبس، لو نقولوا شبهه ثم على الاقل قرائن جديه ما هي جديه القضايا بتفيها هنا في السياسه في السلطه يلزمك تبعد. في السياسه في السياسه يقولوا الفرنسيس الي اونتاشي صحيح. احنا كنشوف وزرة مجرد شبهة انه استعملت من عشنا بنزين زيد على الواحد، شبهة دي تستاهل تقدم استقالتها. مش يعني احنا مازلنا وصلناش، اما مادام عرفها الراية متاع شبقام فساد يزم يحترم الراية ذي ويتبقى بالفعل. عندك حاجة اخرى، عندك البرلمان، انا سالته سؤال كان ريتو قطو النواب اللي عندهم علاقه بشفيق الجريه اللي تشد في قضيه التخابر الى اخره، ثم مجموعه من النواب قاعدين يمشوا معاه ويتنقلوا معاه ويدافعوا عليه اون بلوس. كيف عملوا احتجاز للوثائق نتاعو؟ شفيق كل ما يعطي فلوس النائب يكتب يحط لهم قائمه، يعني حلوا لنا المشكله ذي. انت طلعت عليه الوثيقه هذه؟ بلغنا اخويا حلنا الوثيقه هذه، حلونا هالدوسي هذه ساهل برشا. كما قال توفيق قلنا نحن قبل افتح ملف كل نيب حساباته هو وزوجته وابناء القصر ولا غير القصر، ابحث لانه شبهه كبيره. يعني هو قال مثلا مش حصانه للفساد. يا هما النواب طبقوا التصريح على ممتلكاته ما تبقوش، اما بدنا نوصل شيء دفاع ابسط شيء ما عملوه. اي يقول لك على حاجه اخطر من هذايا، القضاء المالي طلب من المجلس بطريقة رسمية في لجنة الطاقة لأنه أخطر القوانين وأكثر قوانين المشبوهة قد تمر في لجنة الطاقة والصناعة، طلب منه قالوا أعطونا خنف متوجهات ما يدخلش هو في مضمون ورئيس المجلس، لكن علاقة وقالوا لا راو عندهم حصانة ونفض أني نمدك بأي وقت معلومات هي. أنا وقت مغالطة هنا، وهذا حاجة مغالطة يا سيسوفيين، لأنه اللجنة مفتوحة للإعلام مفتوحة للمجتمع المدني، التسجيل نتاعها يبث عبره حتى كان نزم دي غاديو دي تلفزيون كان حبينا إلى آخره، معناتها ما فيها حتى مساس بالحصانة. هو طلب منك مش باش يحاكم على الرأي، باش يعمل علاقة بين الرأي وبين القانون وبين مصدر نتاع الأموال إلى آخره. حاجة أخرى قضاء الإداري، خلينا نقول كلمة حق في هيكل قاعد يخدم في ظروف صعيبة وصعيبة جدا، رغم أنه عندنا أوامر تطبيقية تستنى في رئيس الحكومة باش يصدرها. وللبارح للأسف عطانا أرجيمون يضحك، قال أنا ما صدرتش أوامر تطبيقية لأنه ثم قضاة عندهم ملفات وحتى يكملوا. هذا هو شأن رئيس الحكومة، هذا شأن مجلس أعلى القضاء. هو ما عليه كان يصدر الأوامر التطبيقية اللي تسهل استعانة بالخبراء وتوسيع هيكل مؤسسة مكلفة عامة زعات الدولة، راهي تعاني في معاناة كبيرة، راهو ثم محاولة لتهميشة سيد كاتب الدولة لملك الدولة. فضل انه يمشي للتور نتاع التجمع اللي يتكلف اموال طائله وخذا مكتب تاع بن علي. ما عندك مشكله شخصيه مع هذا السيد كتب، ما عندي مشكله شخصيه. لا وبعث فكره الى رئيس مجلس نواب الشعب. عندك سي تري بيرسونيل. سامحني كمل نفضلك. لا سامحني
سي سفيان خليني نكمل وبعد عقب عليه وقول لي انت انا نائب شعب ومنتخب على تونس ومنتخب على تونس كامل ومن ويش بوقت الشد لاحظ انه ثم شبهه في انتقال من مقر لمقر. النائب ينجم يعمل زيارات فجائيه بيان سور يعمل زيارات في دخل خارج البلاد نتاعو ويدخل هي الاراده هي الاداره زيارات شوف شوف خطيره زي ما اسمحش به اول حاجه هذه مش من عمل النائب انا من ويش من عندكم الحق تعملوا زيارات فجائيه مش حق واجب مش حق واجب وقت اللي يجيونا سامحني مستشارين يجي يقول لك اجي شوف المقر اللي قاعد اثناء النقله ومفتوح والخدمه داخلين خارجين اجي شوف لي كونديسيون اللي باش يحول فيها مؤسسه املاك الدوله ومؤسسه املاك الدوله ومش يهزها مكلفه عامه زاد الدوله يشوفنا كيفاش نخدموا مستشارين اللي بيرو قد هكا يحطوا فيه في ثلاثه اساني يحطوا فيه بيرو برده مكتب قلت له زوز وين يقعدوا قال لي ما يمشيو يجيو اي كيتلموا قال لي نقعدوا مع بعضنا مستشارين لي دوسي نتاعهم مشيت سامحني علامه بلوغ حق تحقيق يفتح علامه بلوغ في قضايا هامه مرتبسه في القاعه وثائق من النقله الاولى التوا ملوحه حقيقه لازم بحث المكلف العام الوحيد يعني المكلف العام لزاره الدوله الوحيد اللي تعامل مع هيئه حق والكلام يتقع اقالته لانه ملفات هامه سامحني قبل ملفات هامه سامحني ما عندي برشا وقت خلينا نسمع صوت محمد حاجه اخرى المعهد الوطني للاحصاء راهو فيه خدمه كبيره راهو قاعدين يدخلوا بازل دوني راهو فيه فساد راهو فيه مغالطات في تغيير ارقام تاع البازل دوني اذا مؤسسه خطيره خلينا نسمع يعني نخدم جمله كي نحبوا نحاربوا الفساد راهو مؤسسه دوله مش هومبو باش يحاولوا الفساد لازم مؤسسه خزينه 30 سنه بعد خرجت معك سامي عبو تعمل في هذا كل خطر تقلقت وخطر يوسف الشاهد يلعب بالكم بالفونت كوميرس تاع التيار الديمقراطي زاد ريت المكافحه شفت كيفاش وين هذا خلينا حقي باش نسالك زاد حقي باش نسالك يوسف الشاهد هو نحن ضحكوا علينا عبيد ما ضحكوش قالوا كيما كيما تحبوا وردوا زعيم كلزم اما وقت بالحق يحارب الفساد اما استعملناش نحن حطب نتاع حمله نتاعو جوجو ولا يستعمل غيرنا احنا ناس عقلانيين شوف احنا عندنا مصلحه العامه يعني انا وقت راه مؤسسه الدوله والراه الفساد اللي علموا به البنك التونسي الاماراتي ملف قد هكا جاء شوش فيه قروض مشبوهه يا اما ما عندهاش ضمانات والا مش مشاريع وهميه والا سامحني يعني هذه جيتوا بالوثائق انت دبيت 120 في العام خو فلان بو فلان عم فلان بالاسامي بالوثائق جاوني شي يجعقد اكثر من هذي باش يبيعوها وهي بالكه باش يبيعوها بسوم اقل بكثير من اللي تتصلح تتبيع سي محمد تعرفك علي تقول فيه سامي يعني في صوره انه هذا يكون مثبت سامحني نهار على الملفات اقسم بالله سامحني سي محمد صدقني خلينا نقعد نحكي لك عام علاش ضحكت لي انت مش يحكي راهو مش سي محمد نحكي لك انا كي نقعد نحكي لكم عام على الملفات تاع الدوله اللي يقول حال فساد برا شيء للديوان الحقيقيين برا الموظفين اللي رجعتوهم فاسدين وعنده شبهات قبعه شبهات عند القضاء برا افتح ملف نتاع استخلاصات نتاع الديون اللي متخلده اللي متجمده اللي فسخوها يعني حقا يعملوا خلي عاقب عليه ويرفعوا له شعار نتكلم شويه سمي محمد يعني قدام هذا الكل سي محمد هل هناك مكافحه ومقاومه فساد؟ لا انا اقول لك عندي يعني وهي محاميه وتعرف حالك يعني ماهيش تحكي من فراغ يعني كي باش تحكي نتصور عندها ملفات وعندها دوسيات والعنوان نستناها باش تلزم القضاء زاد سامي عبو دوسيات القضاء يخدم علينا خويا انا في بالي مساله الفساد الآن فعلا مشكلة حقيقية في البلدان فما فساد مالي وفما فساد سياسي والفساد السياسي ربما أخطر من الفساد المالي أما إذا تلقوا مع بعضهم الخطورة تولي معناها أكري بالتالي أن الدولة الآن لأن الناس كل تكلمت في النواب غيرها الشعب المجتمع المدني يتكلم عن الفساد دونك يلزم والكلام قاله البارح سي يوسف الشاهد قال مش عمل الحكومة هذا الناس كل طالب الأمر هذا وهذه معركتنا جميعا هو قاعد عم في دوره هو قاعد هو كحكومة يعم في دوره أخطأنا في الباقي هو قاعد عم في دوره البارح قلنا له في وجهه قلنا له احنا معاك واصل ولكن اللي عملتوه أولا كنت مفسر قبلي أنه فيه تعثر في البداية نحبوك تواصل للأسف مازالت هالمعركة ماهيش مستعرة هذه الأول أنا عندي ملاحظة إذا شكوا في الناس كل هذه راهي ديسكريديتي الطبقة السياسية الكل راهو خطر على تونس رجاء سهل ما هو قال نائب كذا عنده حصانة أكثر من الحكومة أكثر ناس تنجموا تمنشروا فيهم وتمهزلوهم وتعملوا فيهم اللي تحبوا بشوي بشوي هما السياسي وخاصة وخاصة النواب أنا نقول أنا شوف من رأي من اللي تكلمت على الكابو في البلاد نتاع الفساد الآن فما ناس مختصة طلع لي عندي فيرمات وانا نتحدى اي كان يلقى لي قطار مش فيرمه قطار
متاعي ولا نتصرف فيه مش لازم متاعي. اما اذا الدوله ما قال حد لحد معناها يطلعوا لك شركه اسمها هبره هولدينغ، سمعت بها هكاك الناس تكلم فيها بالله يتنجمش تخدم لي قريبها وقالوا شريكتك تعمل في ريكروتمون، وانا عمري لا سمعت بها. معناها سهل باش نحطوا اعراض الناس لوكا ولوبانا في واحد. معناها شويه شويه فما واحد يقولوا المواطن العادي هل هو سونسي باش يعطي صيغ الممتلكات؟ لكن ليه النيب علاش هو ليسونسي بتاع صيغ الممتلكات؟ لانه ضروره باش يولي موضوع شبهه عملناها التصريح بالممتلكات في قناه في الحكومه مش نحكي على العموم. لا النواب الوزراء كله ولا المسؤولين كله سياسيين. انا اخي بيناتنا التقارير نتاع دائرة المحاسبات، تقارير دائرة المحاسبات ايش تقول؟ ايش تقول؟ تقول انه الفساد في الاحزاب السياسية، واعطتنا عشرات الصفحات في هذا الفساد. تقول انه السياسيين يتجاوزوا القانون، واعطتنا عشرات الصفحات. يتجاوز القانون؟ وزراء 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 مام سياسيين يتحاسبوا يا أستاذ. منظمات تقول أنه ترشح أنه 60% من النواب متاع مجلس نواب الشعب مرتبطين بجهات مالية، وهذا لا هذه نعتبرها مبالغه وهذا اتهامات من بيناتكم. نواب من ما بيناتكم يقولوا انه يغزروا لهم كرهبهم ولا جديد. ايوه وشوفوا الباركينج نتاع شوف من حيث راه موجود. هذا ليس افتراء، لا موجود تبعث حتى فيه شيء يا سيدي مثالش افتراء، لكن هذا انطباع عام. انت قلت ما بيناتنا نعاود نرجع للتقرير شكرا لك سفيان بن حميدة. هو الفيصل بيناتنا وانا نأيدك تماما في انه نرجع للقائمه تاع 315 يا سيدي. اذا لازم نعاود نغرب لها ما فيش مشكله، اما ما نحطوهاش ما نحطوهاش في التيروه. شكرا لك مدام سامي عبا، يعطيكم الصحه. ضيوفنا من مجلس نواب الشعب جستمو. انا خلوني نختم نقطه نهار الاثنين باش نعكسوا الايه. سؤالنا باش يولي النواب سألوا يوسف الشاهد، من سيسأل النواب؟ هذا هو السؤال باش نطرحوه في حلقة ناطفين بحضور مجموعة أخرى من النواب اللي عليهم هما شبهة فساد وتقالت عليهم برشا كلمات في الفترة الأخيرة. النائب نتاعكم اللي خرج شكرا لكم نشرة الأخبار. شكرا لكم يعطيكم الصحة. إيبون ويكاند ناس كل، إلى اللقاء.